تقريبا شحال من مده قضيتوها تماك؟ شي 40 شي 40 ايام. انا جينا نهار نهار اثنين مع شي 4 ديال الصباح، وصلنا تقريبا نهار 3 مع شي 11 كان واحد الرينيو فيه شي شاوه يعني معاش. وصلت 11 ياك؟ اه 11 راه مو شي شاوه، راه كنا فيها الصباح، كنا بديك العشرة كنا شي شاوه بحساب شيشاوه بالضبط باش نوجهوا النقاط اللي غادي نمشيو ليها. السلام عليكم متتبعي قناه شوف تي في على المباشر من المدينه ديال سطات. في خضم التجارب اللي عاش الجميع نموذج شابين من المدينه ديال سطات، سي محمد محيب اللي هو يوتيوبرز، الاستاذ اللي هو استاذ يعني في التوجيه التربوي، اللي عاشوا واحد التجربة من خلال الحملة التضامنية لضحايا زلزال 8 شوتنبير. كانت عندهم واحد التجربة مهمة، غادي يحكيوا لنا شنو واقع بالضبط وشنو هو الأمور اللي عاشوها من خلال هذه التجربة. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ ولا تفضل تفضل أستاذ. السلام عليكم، معكم سيمو محيب شيفي من مدينة سطات. بما ان عشنا واحد التجربه في هذه الازمه، في هذا الحدث اللي وقع ديال الزنزان 8 شوشنبير، الناس اللي داروا بالزنزان، ان كانت واحد القافله اللي خرجت من مدينه 16 يد واحد الجمعيه. حنا كمتطوعين انا والاستاذ وكاينين بعض الشباب اللي مشينا معاهم، وصراحه عشنا واحد التجربه اللي ما عمرنا كنا منتظرينها وما كناش اننا متوقعينها. بدل احكي لي اخ محمد، يعني كيفاش كانت الانطلاقه ديالكم من المدينه ديال سطات وصولا لهاد المناطق المتضرره؟ الانطلاقه بدات من مدينه 16 حدا المجلس البلدي، تقريبا شي ثلاثه الرموكات اللي انطلقوا وجوج سطافيطاش كبار وعدم السيارات الصغار وكاميو. هنايا كان الناس بداو كيجمعوا المساهمات تبرعات من عند الناس ديال مدينه 16، ومشينا تعاوننا معاهم. راك عارف كيفاش انك خاصو تسير هذاك الشيء، كيفاش خاصك تشارجي الكاميوات، كيفاش خاصك انك تضبط بعض النقاط وتحدد النقاط اللي غادي يمشيو لهم هذوك المساعدات، وتحدد حتى الدواوين اللي باقي ما وصلهمش الاعانات. هذا هو الهدف ديالنا، كان عندنا لوبجيكتيف واحد. فمشينا تقريبا خرجنا نهار اثنين مع شي ثلاثه ديال الصباح، قلت ثلاث نهار المهم نهار اثنين انطلقنا. وصلنا نهار ثلاث مع شي تقريبا ديك العشرة، كنا في شيشاوه، درنا الشيماع تما فين غادي يمشي هذا الشيء. فمشينا لدوار مجاط، مشينا تما صراحه دوك الناس رحبوا بينا وعطاونا الكراجات ديالهم وعطاونا الديور ديالهم، كان واحد الترحيب اللي زوين. دوار مجاط فمشينا للسونتر عطاونا الكراجات، فخوينا داك اللي شارجينا. وهنايا فجاو عندنا الناس اللي ديال المنطقه باش اننا يوجهونا لبعض الدواوير اللي كانوا اللي ما استافدوش. فكانت هنايا بزاف ديال الترونسبورات اللي كل دوار، فانقسمنا لثلاثه مجموعات، كل مجموعه كتمشي لدوار. حاولتي حكيتي لي بمراره سي محمد، يعني التجربه ديالك اللي عشتيها، يعني حاولتي شفتي شي امور شي حاجه ما عجباتكش؟ يعني الحوايج اللي ما عجبونيش انا هو وصلنا لواحد المرحله ديال التبذير، ديال لدرجه ولا واحد بزاف ديال المواد الغذائيه اللي ولاش انك تضيع. الحليب، الخبز، لدرجه بنادم كيحل الحليب وكيشرب منه شويه وكيلوح وكيحول الباكيه ديال الطون اللي مديره 13 درهم، اللي المناطق اخرين باقي ما واصلهمش، كيحول كياكل منه شويه كيتلوح. مني مشينا حنا تكلمنا مع الدواور وتكلمنا مع الناس اللي متضرره بهذا الزنزان هذا، قال لك اودي حنا ما بغيناش حنا الماكله، حنا ما مخصوصينش من الماكله، حنا بغينا الخيم، بغينا حنايا نمشي، بغينا فهمشي حقا جاي فصل الشتاء فصل البرد، وعندهم تما البرد راه تشوف في المناطق كيفاش مديره. هنا الناس ولات كدير داك الشيء فهمشيني بالزيت، شحال من قافله وليت كتمشي، شحال من جمعيات. هذا واحد مزيان درنا التبرعات ومني هاد المساعدات راه مزيان مني درناه، ولكن بزاف حنا بغينا نشوفوا الخصائص اللي عند دوك الناس اللي الحاجه اللي غادي يستافدوا منها. اما لدرجه بحال مثلا كيكون خاص الخبز، الخبز خاص المر النهار الاول، النهار الاول اللي قال لك خاصنا الخبز،
من بعد يعني ما بقاش هاد الخصاص. ما بقاش الخصاص من بعد. قال لك الناس راه خاصهم الافريشه، خاصهم المانيط، خاصهم الخيم، بما عاودوا بناو بما. غادي تبقى معايا ونرجع. مرحبا. تفضلوا يعني ناخذوا كلمه مع الاستاذ. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنقدموا التعازي ديالنا الحارة للأسر المكلومة، للناس اللي بقوا أحياء يعني من هذا الزلزال، وكنتمنوا الله تعالى لهم إن شاء الله تعالى الصبر الجميل، ونسأل الله الضحايا الشهادة يكونوا من أهل الفردوس الأعلى. وكنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على التفاعل ديالو السريع والحكيم وذو الرؤية البعيدة، لأن من بعد اكتشفنا أن كاين دعم ديال البناء، كاين يعني كان داكشي على مراحل يعني، وكان الحمد لله عندنا واحد الدولة. حنا خصنا نفتخروا بأننا حنا ملكا وشعبا، حنا ربما دولة أسطورة، دولة عندها تاريخ عريق، وعندها حاضر عريق، وعندها شعب عريق. لان تبارك الله تنشوف انا نعم الحمله التضامنيه، انا فشتهم وتفكرت الاجواء ديال المسيره الخضراء صراحه، وهذا الحجم ديال التضامن انا ربما كنعزيه، لان الناس شعروا بالزلزال كاملين، والناس يقولوا الحمد لله حنا بقينا احياء نتعاونوا مع الناس المتضررين، لان حرك فينا العواطف والافكار، ولا عندنا سلوك ايجابي تجاه هذا الامر هذا، ولينا عرفنا ان جل في قضاء الله وقدره، وان ما كاين حتى حاجه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. الله يرحمنا بحال رحمته. وبالتالي كنشكر جميع المواطنين المغاربه داخل وخارج الوطن اللي تضامنوا، ومن غير المغاربه الناس العالم، المواطن العالمي اللي تضامن، وشفنا التضامن ديال العالم على المغرب سواء في قضيه راي. قلنا الحمد لله ان المغاربه ملكا وشعبا تضامنوا، واحد التضامن اسطوري ما كاينش في العالم كامل ربما. كنشكر جميع المواطن العالمي اللي تضامن معنا في السراء والضراء، سواء في حكايه المنتخب الوطني او لا في ريان او لا دابا في الزلزال، مما يدل على ان النشيد الوطني ديالنا في فمي وفي دمي هو كتار نور، وديك ديال انها يعني ذكرى كل لسان المغرب تعيش هذا هاد المعاني ديال النشيد الوطني كنعيشوهم فعلا، تتجسد يعني الوطن كله، المغرب على في لسان كل انسان. على اين بالنسبه لهاد القافله، صراحه كنشكروا ساكنة سطات اللي عطاو من القليل ومن الكثير، عطاو حوايجهم، عطاو بحال قلتي اقتسموا معهم يعني طفد الخبز، ماشي منان على هاد الناس هادو، راه خوتنا، راه حنا ممكن الزلزال كان غيجي لسطات، وكان كلشي غيتضامن مع سطات، كان غيجي للدار البيضاء، يعني ما كان منو على حد، حنا مغاربه خوت كنتعاونوا. ربما إذا كانوا الناس تما تيعتبروا القوافل كيجيو باش يديروا البوز باش يتصوروا، لا، راه جاو باش يتضامنوا، إذا كانوا شي حالات جات باش دير البوز، ناس أخرين جاو باش يعاونوا، حنا في القافلة ديالنا مشينا نستهدفوا المناطق المتضررة. لان الشعب كله تفاعل مع الفيديوهات الاولى اللي بانت، كانوا الناس كاين اللي كيقول ما لقاوش ما يشربوا، كاين اللي ما لقاو ما ياكلوا، كاين اللي بقاو في العراء ما لقاو ما يلبسوا ما لقاو، وبالتالي تكبوا الناس كاملين ذوك المناطق، وبقات مناطق اخرى يعني فوالا حنا عطينا اولويه. لكن لان كان المشكل ديال التنسيق صراحه، كان خاص يكون تنسيق، وخاص شويه صراحه حنا ما بغيناش نهضروا غير على حيك، بغينا نهضروا على الاشياء اللي خاصها تكون، لان خصنا نستمروا في هذا العمل التطوعي، ومازال يعني العمليه نعم. متواصله، خاص يكون التنسيق، وخاص تكون شي شويه ديال الامانه حتى الناس. السبب استاذ يعني علاش خلينا نتقاسموا معكم التجربه ديالكم كيف عشتوها، شنو الحوايج اللي ممكن انها دارت، الحوايج اللي ما دارتش، الحوايج اللي ممكن انه يتم التدارك ديالها؟ اش نقول لك، خاص التخطيط والتنسيق مع الدواوير، خاص الجمع خاص يكون تخطيط، وتكون باز دوني كل معلومات. والحمد لله عندنا دابا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني الخبر كيجي ساعه بساعه، يعني ممكن دوار ما استافش ولا مستافد، يعني الفريق يعني الجمعيه ولا عليها واحد الضغط، خاصها تعرف الجمعيات القوافل خاصها يكون عندها فريق خاص، وهذا نداء، يكون عندها فريق خاص تعرف المستهدفين، والمستهدفين كيتغيروا لحظه بلحظه. حنا راه كنا مشينا لتارودانت، وقع لينا حنا مشكل، المشكل ديال اللي وقع لينا صحاب الكاميوز قال لك خاصكم تخلصوا لنا المازوط، الجمعيه قال لك ما عندهمش، مشينا للشيشاوه، والحمد لله مشينا. هذا مشكل من المشاكل اللي وقع. لقينا مشكل، خاص يكون الوضوح، صراحه خاص الجمعيه حنا ما كنمثلوهاش، حنا غير مش متطوعين، الجمعيه عندها مشكل مع الناس ديال الترونسبور، وقفنا قال لك غادي حكامه ما غنمشيوش لتارودانت، غنمشيو شيشاوه، مشينا للمجاط،
والناس ديال النجاط راهم والله الا كيستحقوا. من بعد ما شفنا ان الناس وصلتهم الاعانات الناس ديال النجاط بقافيه الحال كانوا تا هما راه عاشوا عشنا بتنا وحسينا بزهزات وصل 4.5 قويه الليله الليله اللي قبل ديال الخميس الصباح راه عاشوا. انا صراحه عاشوا السيد كان نعم. على برا انا عشيه واحد الاشياء يعني حسيتي نهار نهار الصباح من 7 ديال الصباح صراحه حسيت بواحد الهزه اللي هي قويه وواحد الخلعه اللي درجه شي بنادم مش عارف براسو وتلقى راسو في 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 الزنقه فمشيني في الشارع خرجنا وتكلمت مع الناس اللي ساكنين تما قال لك اودي هنا بديورنا وكل شيء لينا ولكن من نهار جات الزنزان تفضل اسمعيني اخي قلت لك قلت لك الناس تما انهم كاينين الترددات ديال الزنزان يوميا كيعيشوا داك الرعب كيعيشوا فهمتيني في اي حاله في اي لحظه زعما يقدر فهمتيني ياثر عليهم شم الزنزان. وصراحه انا شفت بعض اللي محزنه بزاف اننا كنا كنفرقوا في ديك البيموات على الوليدات الصغار فجات عندي واحد الدريه مسكينه دريه صغيره اللي الام ديالها وعائلتها توفى وربما عندها واحد 6 سنين وعندها مع 7 سنين تفضل. كيف ما قلت لكم عاش واحد المشهد اللي هو محزن بزاف صراحه واحد البنت اللي صغيره كنا كنفرقوا بيمو شحال من الوليدات الصغار تما وواحد البنت صغيره فهمتيني قالت لي امتى غيجي ماما امتى غيجي بابا صراحه واحد المشهد اللي ضرني في خاطري بزاف وصراحه اللي عشوا اللي دار فهمتيني الام ديالها والاب ديالها توفاو توفاو في الزنزان فهمتيني دريه صغيره طفله مسكينه فهمتيني واحد خويا سي محمد يعني من خلال التقاسم معكم والتجربه اللي عشتوها شنو هي الرساله اللي كتوجهها للجمعيات الفاعله جمعيات اللي غادا توجه الان لهاد المناطق المنكوبه بزلزال 8 في سبتمبر يعني شنو الحوايج اللي عشوهم واللي وقعتوا فيهم ما بغيتوهمش يوقعوا في هاد الناس اللي اول حاجه بغيت نقول لهم ان خاصي كما قال الاستاذ خاصي يكون واحد الاجتماع قبل ما ينطلقوا واحد التخطيط كيفاش غادي نسيروا هاد القافله هادي نحطوا النقاط على الحروف الدواور اللي غيمشيو ليهم بالنسبه للناس اللي غادي وسائل النقل اللي غيمشيو كنتمنى من مجلس البلدي ومن المسؤولين يعاونهم في المازور يعاونوا في المازور حق الشام ولا مساكن كيقول لك انا كيقول لك انا ترونسبور راهو عندي ولكن خاصني المازور المازور نشارك عافية دابا الثمن ديالو شحال ندير شكرا لك السي محمد تفضل واش تحيه شي ليكم بسم الله الرحمن الرحيم كثير ما يتقال خصنا نهضروا على القافله اللي مشات كي قلنا راه مشات لتشيشاوا بحكم ان ما قدرناش نمشيو لتالودانت بحكم الشوافريه قال لك المازور راه حدنا يعني ساهموا معنا جهد شيشاوة وبالتالي حطينا في مجاط وكملنا دونك بالنسبه لابعد نقطه مشات ليها القافله اللي كنت فيها انا هي ديال مشينا حتى الامين الدونيت دوار ايغر انتقي بصراحه هاد الدوار هذا عايش فم السبع تخيل الدوار الطريق اللي مشينا فيها واد واد مشينا في الواد وديجا العام فيه تعاودوا لي قالك مدرسه اكتسحها الفيضان وبالتالي وداروا لهم واحد المدرسه في الجبل بعيده يعني هاد الناس هادو عايشين ديما في المخاطر الطريق اللي جينا فيها من مجاط حتى لتما كلها كلها جروف كلها يعني منحدرات ممكن دوك الصخور الكبار ديال الاطنان كيطيحوا وبالتالي راه مهددين ديما هاد الناس عايشين في الخطر ومع ذلك راه استقبلونا بالقران الكريم اطفال كيقراوا القران وحبونا واحد وكيدعيو معانا راه كيدعيو مع قلت لهم كنقول لهم دعيو مع الناس اللي عطاوكم ودعيو مع المغاربه كاملين ودعيو مع الملك لان راه فعلا راه المغاربه والله الا راه دابا حنا ماشي حنا كنقول ماشي حنا جبنا حنا غير وسطاء راه الناس اللي بحب عطاكم هذا الشيء وبدون من بالعكس لانهم حسوا بالزلزال حتى هما وحسوا بكم دونك يعني اللي غنوجهوا راه السلطات عارفينه هي الطرقان خاصهم يتصابوا بعدا الطرقان وخاص الناس ديال الدواوير يكون فيهم الاطار الدوار اللي استافد يقول دوز لدوار اخر هادشي اللي علاش صراحه هادشي علاش بغيت نهضر في هاد اللايف الدواور يكون شي شويه ديال لان الله اللي كيرزق فعلا ولا كنتي عندك خلق الاطار والتعاون ربي غيسهل عليك واش دوك الناس راه بلي حافظهم قلنا راه كاينين تحت الجبال ومهددين بالفيضانات ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حافظهم علاش راه بالرحمه ديالو وبالتراحم ديال الناس بيناتهم اذا الناس خصها تتعاون تما يتهيكلوا يديروا جمعيات
ويديروا نسيج جمعوي ويكون التواصل. دوار اللي ما دار الجمعيه يكون عضو، يكون عضو، حتى اللي ما كانش عضو يكون واحد، يعني يكون تواصل متكامل باش يسهل التخطيط والتواصل بيننا وبينهم. ومساله اخرى، نداء الناس ديال ستات والمغرب كامل، الجمعيات الله يرضي عليك، يستمروا في الدعم، لان هذا المؤان راه غتسالي. ربي يكمل الله يحفظك. شوف غتسالي، وكاين مناطق بحال ازيله، كاين مناطق ما وصلهمش الدعم، وخاص نلقاو فين يستمروا والدعم يستمر، وخصنا نوهوا بهاد المواطنين اللي داروا الدعم في الفتره اللي فيها الدخول المدرسي، واللي المغاربه خداو كلاو العصا مع غلاء الاسعار، مع الصيف، مع ومع ذلك عطاو الكثير، الله يجازيهم بخير. وهذه البلاد يا ربي ترحمها، ومرحومه من عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي اللي عنده يتهيكلوا في جمعيه، سواء داخل سطات او للمدن الاخرى، ويستمروا في العطاء ديالهم، ويحاولوا يقننوا العطاء ديالهم، العطايا ديالهم والهبات ديالهم، ويمشيوا للبلاصه المتضرره وينسقوا. وكناديو الناس اللي غيستقبلوا هذا الشيء يكونوا شي شويه ديال الرحمه وشويه ديال العدل وشويه ديال الاطار، ويعطيونا الدواور اللي مضرورين باش يوصلهم هذه المسائل هذو. يكون التخطيط والتنسيق والوضوح، يكون الوضوح. نقطة الله يحفظك، شكرا لك. أول حاجة بعد آخر رسالة ما نوجهها، أن الدواور اللي استافدوا ما يبقاوش أنهم يحاولوا تكون عندهم واحد القناعة. وكنشكر جلالة الملك اللي عطى تعليمات صارمة، وكنشكر جميع الأجهزة الأمنية والوقاية المدنية اللي سهرانين تحت الحدث اللي وقع، وشكرا للناس كاملين اللي داروا المجهودات. وحنا المغرب راه تبارك الله راه خاوة خاوة اليد في اليد، والتضامن، وتحياتي للناس اللي ساهموا في هذا. تفضل استاذ. واحد الملاحظه، لان تداولوا شي فيديوهات ان شفنا ما يشبه المزابل في ديك المنطقه، ان الحوايج اللي تلاحوا بقى فيه الحال، راه غير التجربه ديال سطات انطلاقا من التجربه، راه كاين حوايج تعطاو بلا ما نقولوا. المهم كل واحد عطى، عطاو حوايج زوينين ماشي خايبين، حوايج نقيين. كاينين الناس اللي عطاو حوايج جداد، كاين اللي خسر مليون جاب حويجات من ماركه عالميه وحطوهم، يعني كيجي واحد المستفيد تيشوف الميكال الاولى تتبان لي حاجه قديمه تيلوح، لا حتى ولو راه نعمه هذيك فعلا، واخا يكونوا قدام شدهم عندك وصدقهم ما تلوحهمش. اولا لودتي البيئه، ثانيا بينت انك حنا ما تنمنوش على حتى شي واحد، حنا خوت على الاقل داك الشيء خبعوه وحاولوا توصلوه لبلايص اخرى باش يتلاح بداك كرد فعل على مثلا واحد بغى يدير البوز ولا بغى يتصور. لا خص تعرف بلي داك الشيء جاك من مواطن كيحبك وبغى لك الخير وما قدرش يجي يشوفك. وحنا فاش مشينا راه مشينا باش نديروا صله الرحم مع خوتنا، كان الهدف الاول انساني ووطني. نعم الله يرضي. انا نتمناو ما يلحوش الحوايج، والحوايج يجمعوهم راه نعم هذوك يمشيو لمواليهم. شكرا لك. كيفك متابعينا مشاهدينا الاوفياء، قناه شوف تيفي على المباشر من المدينه ديال سطات. كانت يعني دردشه شيقه مع هاد اليوتيوبرز سي محمد مهيب وهاد الاستاذ اللي مختص في التوجيه التربوي، اللي عاشوا واحد التجربه يعني مشاو في واحد قافله تضامنيه لضحايا زلزال 8 شوسه البارح. حكوا لنا على مجموعه من الامور.